اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين وحلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أم. أكلة أم النهاردة بساطة سهولة مرونة. طبعا احنا داخلين على عيد الأضحى وبنرتب في البيت وعندنا المطبخ فيه شوية زحمة عشان اللحمة داخلة وعندنا الصالون وعندنا نستقبل ضيوفنا ونعيد على بعض. فأنا دوري من هنا لغاية يوم الوقفة إن شاء الله أريحك في المطبخ تعملي أكلات سريعة وسهلة حلوة قوي، ولكن الحرص كل الحرص إن تكون قيمتها الغذائية عالية جدا نستفيد بيها. معايا مثلا النهاردة الكشري. أنا شخصيا عشان نعمل الكشري بالطريقة اللي هي نسلق المكرونة لوحدها والرز بشعرية لوحده والعدس غلبة كتير والحلة اللي في المطبخ مش هتكفي. فأنا دوري النهاردة أعمل لك الكشري، كشري الطاسة بالطماطم حاجة في حلة واحدة. كل انواع المكرونه اللي انت حباها مع العدس اللي هو العصب بتاع الكشري مع الشعريه مع التركايه مع صوص الطماطم. هنشوف ازاي نعمل كشري الطاسه بالطماطم بطريقه جديده ولطيفه وهيكون طعمه احسن من بتاع بره. معايا كبد فراخ النهارده. كبد الفراخ يعني البوتاسيوم يعني الحديد يعني تعالج الانيميا. انا شخصيا بحب كبد الفراخ وخاصه لما تبقى ملزلزه كده ومستويه واخده طعم. بتيجوا نعملها النهارده جريتان بطريقه لطيفه وحلوه بالبشاميل والجبنه. كبد الفراخ بالبشاميل والجبنه لها طريقه جديده وحقوق الطبع لدينا وبس اكيد هتعجب حضراتكم وخلينا نجربها. نبعد عن السندوتشات وعن ان هي تتعمل ايه مقليه، ولكن الصيف وجو الصيف والحر اللي احنا بنواجهه دلوقتي بيحتاج مننا نقف وقفه مع الايس كريم والعصيرات الفريش الطازه. هنعمل النهارده سموزي الخيار بالزبادي والعسل. الخيار ينفع عصير؟ اجربيه. خيار سموزي بزبادي وعسل مشروب اول حاجه فيه والقيمة الغذائية بتاعته بيريح المعده ويساعد على الهضم ويريح القولون حاجات كتير قوي. انا مش عايز اطول حضراتكم لاننا عارفين كلنا كل انواع الخضروات بما فيها الخيار بما فيها الخس الحاجات اللطيفه الحلوه اللي فيها سكريات شويه بتريح القولون وتساعد على الهضم. هنطلع فاصل صغير ونرجع نشوف ايه حكايه الكشري الطاسه بالطماطم في حله واحده هتاكل اجدع طبق كشري مصري من ايدك. اوعى تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ايه حكايه الكشري اللي بيتعمل في طاسه مع الطماطم؟ اكيد المغازي له تركايه وله تفاصيل كده سهله بسيطه، ودايما نطبق المقوله الشهيره تفاصيل صغيره معنى كبير وطعم جديد. مقادير على الشاشه. حلو قوي. عدس ابو جبه، العدس الاسمر الحلو الجميل اللي احنا بتاعنا من خير ارضنا. نعرف العدس الاصفر اللي هو العدس ابو جبه بعد ما بيتطحن طبعا وتتشال التغليفه بتاعته. حلو. ده طبعا هو العصب بتاع الكشري. معانا مكرونه صغيره وكبيره وسباكيت وشعريه. اعتقد ثلاث انواع الثلاثه، الباستا شعريه ومكرونه ومكرونه صغيره قوي ومكرونه بتاعه المبكبكه. والرز المصري اللي هو عصب الكشري. ناكله في الهند بقى والهنود يقول لك بتوعنا والكشري احنا لا لا الكشري اكله حلوه. اي نعم اصوله مش عارفين بصراحه، البعض يقول الهنود يقول لك احنا بتاعنا والمصريين يقولوا بتاعنا. انا مع الاكله الجميله اللي عاملها مين؟ فالرز المصري طالما فيها تبقى مصريه مصريه مصريه. ومعانا العدس ونشوف ازاي نعمله مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. انا ليا تركايه كده في تحمير الشعريه ودي جديده على فكره اهي. شفت فصوص التوم دي كده؟ التوم البلدي من خير ارضنا اهو. هاخد خمس ست فصوص زي ما هم سلام. حلو اهو. واتأنى كده وانا ايه؟ وعندي في الطاسه اللي انا هشتغل فيها معلقتين من الزيت مع معلقتين من السمنه. معلقتين زيت ومعلقتين سمنه. ايه اللي هتعمله يا عم الشيف؟ ده الجديد بقى. ده الجديد، انا عايز الكشري ده يبقى له طعم، مش سالي مكرونه ورز وخلاص. ما كانش حد غريب. ادي الثوم. تقول لي ليه يا شيف ما طلعتش بيه متقشر؟ والله العظيم قسما بالله لسه الفكره جايه لي ايحاء دلوقتي، موضوع التوم ده، وانا واقف كده بفكر عايز اعمل حاجه جديده وتبقى مميزه، اعمل ايه؟ على طول طالما في حب للمطبخ وحب للشغل بتاعك ربنا بيوعدك بالايه؟ بالتفكير الحلو. هناخد التوم ده يا عم الشيف في قلب الزيت اللي سخن ده كده اهو، ونحمر التوم ده شويه يغير لي من طعم السمنه ومن طعم الزيت. التوم احنا عارفين بيدي طعم وفليفر للحاجات دي. دول كفايه عشان اللي مش بيحب التوم. حلو كده زي الفل. الزيت سخن معانا بنحط فيه معلقه سمنه. فكره ومش كان المقادير مش مكتوب فيها توم، بس فكره التوم السليم دي مش مكتوبه. دي سمنه
وسمنه بلدي علشان الكشري يبقى له طعم. حلو الكلام. هننزل بالثوم ده كده زي ما هو سليم كده، وعندنا شعريه ونحمر الشعريه مع الثوم. شفت الجديد؟ والله فكره يا شيخ. الشعريه هنا بقى لها طعم تاني خالص، خلي بالك. دي تفاصيل بقى، لما بقول تفاصيل صغيره معنى جديد، طعم كبير ومعنى جديد اكيد. اهو ادي الشعريه، التحميره الحلوه دي كده، واحنا اتفقنا شويه ملح على الشعريه بتخليك الشعريه كلها لون واحد. ما ينفعش اكون عامله كشري حبايه فاتحه وحبايه غامقه، اهي معلقه الملح دي هي اللي بتخليك الشعريه كلها لون واحد في التحميره. بس خليكي فاكره انك انت حاطه ملح عشان ما تزوديش ملح على الكشري كتير. حمر الشعريه كده كويس في الملح والثوم. هي دي الحاجات بقى اللي بتدي ايه فليفر وطعم. شفتي الشعريه دي كده؟ مكوناتنا عندنا هنا رز، مكرونه، عدس، كل دول مع بعض. هنشتغل ازاي؟ ايه اللي بعد الشعريه؟ العدس ابو جبن الاسمر الحلو ده جميل، بيتسلي يا اخت نص سوا، نص سوا يعني تقريبا كده يبقى حلو زي الفل. يتغسل مره واثنين وثلاثه، وبعد ما يتغسل بنسلوه في شويه ميه بشويه كمون نص سوا. ده العدس بتحضريه. بيتحط السليم على الشعريه. طب لو اتحط سليم على الشعريه ايه اللي غير يا عم الشيف؟ هتلاقي الكشري لونه اسود. شوف بس انا بوديكي بس التفاصيل دي، التفاصيل. لو انت نزلت وعملت بقى انك انت بقى فيلسوفه وقلت لا ده انا هخلي الكشري العدس يستوي في قلب الكشري، هيخلي لك الميه بتاعه الكشري كلها لونها اسود. الدليل على كده لما بتيجي تستوي العدس ده في شويه ميه بتلاقي الميه لونها غير، مش لون هو العدس كده زي العدس الاصفر لما بيستوي بتبقى لونه كهرمانه، نفس القصه ده لونه بيسود شويه. حلو. فاوعى تخطئي وتحط العدس كله مره واحده من غير ما تسليه، تسليه نص سوا او ثلاث ارباع سوا. اتحمرت الشعريه مع التومه، اكيد طعمها مختلف. فكري لما تعملي رز بشعريه تعملي فكره التوم دي، والله العظيم انا بتكلم الصراحه، فكره التوم مع الشعريه جت لسه دلوقتي حالا. حلو الكلام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ ننزل بالعدس. بس تسلم ايدك. كفايه. ننزل بالمكرونه. الله، خلي بالك يكون في ميه بتغلى عندك. ننزل بالرز. الله. انا هتغدى من الكشري ده النهارده. احنا عندنا شغل في الاستوديو، بعد ما نخلص نتغدى كلنا مع بعض. حلو. حطيت ايه الاول؟ الشعريه، وحطيت العدس. وادي المكرونه الصغيره، مش هحطها كلها. فكره يا عم الشيف والله، ده انا بقعد اعمل في 50 حله اهو، لسه ما خلصتش. عندنا سباكيتي. هناخد السباكيتي ده زي ما هو كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نفس القصه، شوية العدس دول على الوش. حلو يا عم الشيف. شفتوا ازاي؟ لوحة فنية. أهم حاجة فصين التوم اللي أنا حمرتهم مع الشعرية، هو ده الموضوع. وهناخد بقى المية اللي بتغلى عندي هنا. تعرفين الشيف المغاز دول التاتش بتاعه؟ دول ورقتين نعناع عشان اللي يشتكي من التوم يقول لك أنا مش بحب التوم. عود روزماري حلو علشان طعم المكرونه. يلا بينا. فص توم كده حلو عشان العدس ده كده. البهارات بتاعتنا، ملح قليل عشان حاطين ملح مع الشعريه، فلفل اسود اهو، كل ده عم الشيف. شويه بابريكا حلوين. وانا شغال كده لوحه. حلو. شوية كمون حلوين علشان العدس والقولون مشاكله. اللي بالك زي الفل كده. تمام. الماء المغلي، ولازم يكون ماء مغلي. يلا. ننزل بقى كده واحدة واحدة.
ايه رايك؟ ريحتك. ما احنا جاي علينا بقى عيد ترتيب بيت وتبيح ونجهز نفسينا والتلاجة بقى نفضيها والجو ده كله. نعم لغايه لما انت تقول لي كفايه. المخرج بيقولك تحط ميه لغايه امتى؟ لغايه لما انت تقول لي كفايه. لا لسه شويه. هقول لك ليه. لان بس لا الرز والمكرونه وده كله. بس خلاص وما تقلبهاش، هي هزه. انت بس قولي لها يا حله تهز هتتهزي، ما عليك ادي. خلي بالك. خلص الكشري وروقان ومطبخك رايق ونضيف، طبق فيه كل حاجه، بروتين هتلاقي، نشويات هتلاقي. لازم الهزه دي. اوعى تضربي شوكه ولا معلقه ولا سكينه. خلي بالك. بس خلاص نغطيها، غطيها يا عم الشيف. خلص الكشري يا بختي. وعملت ايه الحلاوه؟ ايه الصوره دي؟ انا اللي عملت ده؟ أنا نطلع فاصل. إيه الكلام؟ يلا بينا غطيها. خلينا نطلع فاصل، نغطيها بعد الفاصل عشان الصورة حلوة على الشاشة، الصورة تعني مليون كلمة على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف إيه حكاية كبد الفراخ بالبشاميل والجبنة، أكلة تناسب الصغار والكبار وقيمة غذائية عالية جدا. أوعوا تروحوا بعيد، تابعوا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الكل منتظر دلوقتي يشوف الكشري ده هيعجن، هل التفاصيل هتبان، المكرونه لوحدها والشعريه لوحدها. احنا الميه تكدب الغطاس. حاضر يا فندم. المخرج بيقول لي ارفع. اتفضل يا غالي. بدات الميه ايه تنشف كده واحده. بص ازاي بدا اهو، في بكبكه هنا اهو، في عدس بروتين نباتي، في رز مصري كربوهيدرات ونشويات، في مكرونات كلنا عارفينها ان هي بتتصنع من الدقيق الناعم او الدقيق الصاموله الناعم مع بيض وزيت، يعني بروتين حيواني برضو فيها. يعني من عايز اقول الطبق قيمته الغذائيه عاليه وخلاص. هو ده. الاطفال اللي هيعترضوا عاملين لهم كبد بالبشاميل. عايز اشوف الكشري. مخرج بقى وعايز الصوره حلو، كلنا نجتهد حتى نخرج الصوره الحلو. روق البوتاجاز، تعالوا نشوفوا موضوع الكشري او كشري الطاسه اللي هو في حله واحده. بس انا بقول كشري الطاسه ليه؟ لان لازم لما تعمليه في حله كبيره كده لها ايد، لان موضوع التقليب وموضوع الشعريه فتبقي بتتحكمي فيها. والله مش عندك الطاسه الكبيره ديت اللي هي ذات غطا كبير، ممكن تكون حله كبيره عاديه خالص. حاضر حاضر يا غالي. اتفرج يا غالي. اتفضل يا حبيبي. تسلم ايدك يا عم الشيف. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ اللهم صل على النبي كده. طاسه تانية خالص، طاسه تانية خالص. واعمل تركايه كده حلوه هتعجبك. حلو. نسلم مع بعض. احنا ورانا حاجه؟ مفيش حاجه. نولع النار دي كده ونحط في النار دي يا عم الشيف شويه زيت. كفايه. ونخلي الزيت ده يسخن جامد جدا. اديك شويه كشري دلوقتي حكايه، كشري حكايه. قرن الفلفل ده كده هناخده تكش فيه بزر تركايه كده، اجود شويه. واللي بيحب حاجه بيجود فيها، زي ما واحد بيحب واحد كده تنه يمدح فيه، فلان ده ابن حلال ده كريم، ده كان يجيب لنا لحمه العيد قبل العيد بيومين. شفت القرن الفلفل ده كده؟ عايزه انا ده، عايزه. حلو، هنخليه كده على جنب، هنعمل بيه دلوقتي مش عارف. مكعب الزبده ده كده. سيب الزبده تسيح كده. يلا. نعمل حاجه حلوه ان شاء الله. المهم ان احنا هنعمل حاجه حلوه في الاخر. المصفى دي معايا. التركاية الأخيرة في الطاسة، والمغازي جاب الخلاصة اللي فيها زبدة وزيت على النار للكشري. تركاية. حلو الكلام. أنا عارف أنت مركز قوي معايا في الموضوع ده.
الفلفل الحار يا ويلي طعم ده، شوية صوص طماطم يا ويلي يا ويلي يا ويلي، دي الطشة بتاعت الكشري بتاعت المغازي. مش هحط حاجة غير شوية ملح للأمانة، شوية فلفل أسود للأمانة، ومصفة ناعمة جدا ست الكل، ناعمة جدا، أنا مش عايز ده يبان. بعد الغلوة دي كده ننزل هنا تشريبة. الله عليك يا شيف، الله عليك وعلى والديك، ويزيدك علما نافعا. لسه ما خلصتش. الزيت مع الزبدة مع القرن الفلفل الحامي مع معلقة معجون الطماطم، ده اللي هيفك الكشري من بعض ويخليه مفلفل ونغرفه مع بعض. خلص الكلام، تغرفه؟ حاضر يا فندم. يلا ألف أنا وشيفة اللي ياكل، أهم حاجة دعوة حلوة في أيام مفترجة مباركة. نغرف الكشرة مع بعض. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نحطه هنا بسم الله. أوبا، ونشيل الحاجات اللي احنا كنا حاطينها دي، الروزماري، لان في الاولاد هياكلوا، هم متعودين بياكلوا الكشري بره ما بيلاقوش الحاجات دي، فعشان نشرح لهم بقى ونخش في التفاصيل هتصدعي راسك معاهم على الفاضي، فانت بس اكلهم كده وقولي ايه رايك يا ماما، ايه رايك يا حبيب قلبي. هيقول لك النعناع عشان يا بابا ريحه التوم اللي الشيف حطها مع الشعريه. طب الروزماري يا مامي ليه حطاه؟ عشان يا ابني دي مكرونه سباكيتي بتحب الروزماري والزعتر. حلو الكلام. قال هو واحد يمين واحد شمال كده بالشوكه الكبيره دي كده. الف هنا وشفه، الف هنا وشفه، والله لو لفتي العالم كله مش هتلاقي الكشري بالطعم. نعم يا استاذه، الصوت راح بعيد ليه؟ ها؟ حاضر عيني. لازم التقليبه دي. الفانا الفانا اوبا، الفانا وشف ده. عايز بصلايه بقى مقرمشه نحطها، الله الشعريه نازله ايه ريحه التوم حكايه. الفانا وشف شويه كشري العيله والجيران والحبايب. الف هنا وشفا اللي ياكل. صوص الطماطم اللطيف ده كده، كده يعني اللي عايز ياخد يعني، او تحطيها عادي في سوسيره جنبيها او في طبق جانبي مفيش مشكله. الف هنا وشفا كشري الطاسة بالطماطم. تسلم ايدك يا عم الشيف. عندنا سموزي، سموزي ده سموزي الخيار بالزبادي والنعناع. نعمله مع بعض ازاي؟ الاكلة دي عايزة عصير، يا اما عصير فواكه يا اما عصير يعني طبيعي. سيبك من الحاجات التانية دي علشان يساعد على الهضم، لان الكشري يعني عدس يعني مكرونة زي ما حضراتكم شايفين كده. لا 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 ده ما فيهوش حمص. حمص بقى هنخش في تفاصيل تانية، انا بعمل حاجات بسيطة كده مش مكلفة. الحمص يعني طعم تاني وشغلانة تانية، بس انا حابه كده بالطعم ده. حلو الكلام. بهديل الريف المصري والصعيد المصري.